سورة في القرآن كلنا نحفظها، يقول ربي تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، نفى الكثرة والعدد. الله الصمد، نفى الاحتياج لكل أحد. لم يلد ولم يولد، نفى الصاحبة والولد. ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفو لله ولا ند لله ولا شبيه لله ولا شريك لله. كل موجود في الوجود ترى محتاج إلى الله، كل موجود في الوجود فقير إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك من أسمائه الحي، لكن حي قبل كل حي، حي لا يماثله أي حي، حي أوجد كل حي، حي يحيي كل حي، حي يميت كل حي، وهو الحي الذي لا يموت. عظمته، قدرته، جنده لا يحيط بها علم عالم ولا معرفة عارف، هو الله جل جلاله وتم كماله. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحول بأسرار إذا حاولت تفكيرا له أعياك. قل للطبيب تخطفتك يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. بل اسأل نفسك سؤال: السماء بغير عمد ترونها من رفعها؟ بالكواكب من زينها؟ الجبال من نصبها؟ الأرض من بسطها وذللها وقلف امشوا في مناكبها؟ الطبيب من أرداه وقد كان يرجى بإذن ربه شفاه؟ والمريض وقد يؤس منه من عافاه؟ بل الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه؟ الوليد من أبكاه؟ الثعبان من أحياه والسم يملأ فاه؟ الهوى تحفه الأيدي ولا تراه من أخفاه؟ بعدها تسأل غيره، بعدها ترجو رحمة من عند غيره،